النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الشيبسي، طعم جميل وصحي أكتر من بتاع المحلات. هقول لكم السر اللي بيخليه مقرمش، تابعي معانا الحلقة وإن شاء الله هتعملي أحلى شيبسي في البيت. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم طريقة الشيبسي المقرمش الجميل بالطعم الحلو اللي احنا عايزينه، بأي طعم احنا عايزينه هنقدر نعمله في البيت. طبعا صحي وانضف من بتاع المحلات بكتير. هتعملي دلوقتي لولادك الشيبسي اللي يطلبوه. اول حاجة هنجيب البطاطس، اهم حاجة ما تكونش بتتحرق. ناخد نوع كويس من البطاطس، هنقشرها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قشرناها هنغسلها كويس، هنقطعها بالطريقة دي. انت لو عندك قطعة شيبسي ممكن تقطعيها بقطعة الشيبسي. شايفين تكون رفيعة جدا. وده الشكل النهائي بعد لما قطعناها، شايفين رفيعة جدا. كده حطينا معلقة ونص ملح صغيرة، هنحط شوية خل. دار 4 معالق كبيرة. هنحط الخليط في المية اللي احنا حطينا فيها ملح وخل. طبعا هنسيبه في الفريزر لمدة نص ساعة، وهو ده سر الخلطة. الطعم هيثبت فيه لما نحطه في الفريزر. البرودة بتاعت الفريزر هتخلي الطعم اللي احنا حطيناه معاه يثبت. احنا ممكن نحط شطة، ممكن نحط ليمون، اي طعم انت عايزاه تعملي. احنا عملناه النهاردة بالخل والملح، هنحطه في الثلاجة ونرجع لكم بعد نص ساعة. وده شكلها بعد ما طلعناها من الفريزر. طبعا الفريزر لما نحط البطاطس في الفريزر نص ساعة بتقلل نسبة النشا في البطاطس، فبالتالي هتكون معانا مقرمشة لما نقليها. هنبدأ نقليها في زيت غزير سخن. اهم حاجة الزيت يكون غزير. هنسخن على طول تتحمر زي ما انتوا شايفين معانا. هنقلب فيها على طول عشان ما تكونش فيها حاجة، شوية حلو وشوية لا. طبعاً ده الشكل النهائي للشيبسي، ما شاء الله مقرمش جدا. اهو شايفين سامعين الصوت، زي شيبسي المحلات بالظبط. حاجه طبيعيه صحيه موفره، هتعمليه بكل سهوله.
اهم حاجه يكون الزيت غزير وسخن عشان يطلع معاكي مقرمش، ونحطه في نص ساعة في الفريزر علشان نشيل منه النشا. وده سؤال حلقتنا النهاردة، احنا حاطين السؤال ده على القناة بتاعتنا، عدوا جاوبوه. احنا بنحطه في الفريزر نص ساعة علشان يقلل من نسبة النشا الموجودة في البطاطس، وبالتالي هيقرمش. جربيها ان شاء الله وانت تعمليها على طول لأولادك. هندوق معاكم. سامعين صوت القرمشة؟ طبعا احنا هنحط توابل بعد لما يطلع. انا كنت حاطة خل وملح، احنا ممكن نحط شطة. الطعم تحفة، جربوه ان شاء الله مش هتندموا.